السلام عليكم. أهلا بك. برنامج على طريق تلفزيون البحرين معك. ممكن نقول نتعرف على بطاقتك الشخصية كاملة؟ الاسم نبيل محمد سعيد الخنيزي، طبيب عام ومتزوج ولي طفل. طبيب عام، تعمل في مستشفى ولا كعيادة خاصة؟ مستشفى حكومي. مستشفى حكومي. الحين في العصر أصبح الواحد يتهيأ له دائما أنه هو مريض، دائما مريض، فممكن الواحد يجي لك يقول لك أنا تعبان بس أنا ما أعرف إيش فيني، صادفتك؟ والله أنا شخصيا ما صادفتني، بس سمعت عن بعض الزملاء يعني يخبرون عن مثل هالموضوع هذا. في الواقع هذا نتيجة تغيير الظروف والضغوط بدأت تكثر، فبالتالي الإحساس بالإرهاق العام، الإحساس بالتعب، هذا صار سمة من سمات العصر حاليا. فبالتالي يعني مجرد سميحنا باللغة الإنجليزية reassurance أو الطمأنة، يعني أن الموضوع ما عنده إصابة جسمانية، وبعد كذا مجرد طمأنة عامة نفسانية ويكونوا. يعني تقصد ان هو مو لازم الطبيب يكون متخصص نفسي عشان هو يطمئن الدكتور، يطمئن المريض؟ لا طبعا ما هو تخصص نفسي، بس لما يحتاج الى نوع من الفن يعني، والاطباء عندهم الميزة هذه، ميزة معرفة نفسية المريض، معرفة طبيعة المريض اللي امامه من خلال مشيته، من خلال كلامه، حركته، فهذا كله يستشفى وبعدين يرجع يطمئنه، فما بحاجة الى اخصائي نفسي عشان طمأنة عامة. اخصائي نفسي يعني بالامراض النفسية البحتة اللي هي ظاهرة يعني للناس، اللي اي شخص عادي يمكن يفرق فيها، فانا اخصائي نفسي مباشرة المريض نفساني يروح للمريض الى الطبيب النفسي. الطبيب دايما وقته متروس، من عيادة الى مستشفى الى كتب الى، شلون قدرت انت اصلا توظف حياتك بهالطريقة؟ والله هذه طبعا يعني الشخص او الطالب الطب دائما متعرض لضغط، والطبيب ايضا متعرض لضغط، ضغط الحداثة، تحديث المعلومات، ضغط العمل ومناوباته، ويعني وضغط المريض يعني العدد المرضى اللي يشوفها يوميا، هذا ايضا يشكل يعني ضغط نفسي، وبالتالي متطلبات اجتماعية، متطلبات أسرية، كل هذه النقاط يعني رايحة تسبب، نفس الطبيب رايح يتعرض لضغط الضغط يعني بالأصح. الحين الأسرة ما تشكت انه في يوم من الأيام يقول لك انت وينك؟ مو شايفينك؟ هذا الحقيقة سؤال شائع من الجميع، من الأسرة، من الجيران، من الأهل، دائما يقول لك ليش ما تنشاف؟ بالتالي يقول لهم يعني مشغول بمناوبة، مشغول بامتحان، يعني لأنه طبعا التخصص الطبيب ما راح يوقف عند طب عام، راح يتخصص، بعد التخصص يحتاج الى متابعة، بعد لو وقف الى مرحلة معينة بعدين راح تكون الحياة يعني ايضا لا زال مشغول، يعني لان متابعة الشيء الحديث، المؤتمرات وكذا، فبالتالي الجميع راح يسأل وينك من اول ما يتخرج الطبيب الى ما يتخصص، وهو يسأل نفس السؤال يتكرر عليه من جميع الاشخاص محيطين بالاسر، الاسرة، الاب والام، نفس السؤال يعني هذا يطرح عليه. هل هذا معناه ان انت ما تملك وقتك؟ لا الحقيقة لا، بس مع تنظيم وقت يعني يحصل الواحد انه يعني يعتمد في تفاوت من شخص لشخص، بس شخصيا انا لو نظمت الوقت نوعا ما اجد الوقت الكافي اني اعمل زيارات صغيرة في وقت قصير يعني سريعة جدا. مثل ما احنا شايفين انت في السوق الحين اكيد وقتك فاضي. والله تحت ضغط العائلة. يعني غصبا عنك بعد. مو غصبا عني بس مضطر، يعني حتى الاشياء الشخصية لازم اوفر له وقت، والا ما بقدر انا يعني، والا صار الطبيب في الحالة يحتاج الى مراعاة نفسية يعني. في بعض الاحيان الطبيب من كثر المرضى اللي يجون له ومن كثر الاعراض اللي هو قاعد يشوفها قدامه ساعات يتهيأ له انه هو مريض، هاي نفسيا صح؟ لا ما اوافق شيء. يعني ما قد مره سمعت انا هذا واحد قاعد يشتكي انا تعبان انا ما اعرف حاسس بشنو، ما حسيت انت فيها مره ان انت فيك نفس الشيء؟ والله التعب جسماني نتيجه العمل، فيحتاج الى اجازه اكثر من انه حاسس انه مريض يعني، او متعب نفسيا او امراض عضويه يعني، جهد بس، مجرد جهد، وانما شاد يعني او قله اللي يحصل لنفس المشكله تقول عنها. يمكن دولين مع اطباء نفسيين من كثرة مخالطتهم للمرضى النفسيين يقول انا والله يصيروا زي ما تقول ينصبغ الطبيب النفساني بهالموضوع، والا ما حد يشكو من هالمشكله هذه. في نهايه اللقاء ايش تحب تشوف في التلفزيون؟ والله احب يكون برنامج شعبي مثل برنامج فرجان الاول.
وما في كامل غير الله.